سعيد ان اكون في اليمن معاكم وفصلنا في عدن. أنا كان عندنا هنا لقاء في مايو بثلاث اشهر علشان نحاول ان احنا كلنا كجمعيات نعمل تنسيق نبني شراكه بيننا وبين بعضنا، ولا ادري ماذا حدث بعد هذا اللقاء. يعني كان في جمعيات كثيره موجوده، كان في حماس، وكتبنا المخرجات. المنتدى الإنساني في صنعاء أرسل محضر الجلسات. فماذا حدث ما بين مايو إلى اليوم؟ السؤال الثاني، هل إحنا فعلا جادين يكون بيننا وبعض تنسيق وبيننا وبعض شراكات وبيننا وبعض وضع رؤية عامة لعمل مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة اللي احنا عايشين فيها دي؟ واحنا جادين ايضا في اننا نخرج من طور الفردية العمل الفردي الى طور العمل التنسيقي. انا مش هقول عمل جماعي، يعني عشان محدش يقول ان احنا بنحاول نلغي شخصية بعض الجمعيات، ولكن على الأقل عمل تنسيق بيننا وبعضنا، وليس عمل اتحاد يلغي شخصية الجمعية. الأمر ده لو ما كناش احنا هنحطه واضح جدا أمامنا، عمرنا ما هنقدم خطوة للأمام. لأن هو زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الإنسان قاعد في جلسة تنسيقية وهو مخه مش يعني جاي بس عشان يحضر ويسجل حضور ويمشي، فلما كانش النية بتتحول لعمل يبقى كل جلساتنا ان احنا بنضيع فيها وقتنا وبنضيع فيها مجهودنا وبنضيع فيها الاموال اللي هي اصلا الاموال بتاعت الفقراء والمساكين اللي احنا شايفينهم كل يوم في الاعلام يتدورون جوعا ومرضا، واحنا قاعدين ما بنعملش حاجه ليهم. منذ اللقاء في شهر مايو الى الان، يعني ما اعرفش حد فيكم قابله عملتوا ايه، يعني مش عارف ابدا ازاي الا لما انتوا تقولوا ماذا حدث بعد شهر مايو. تفضل. هو كفلت مشكورة من مؤسسة التواصل لتنسيق اللقاءات التنموية وتنسيق بداية العمل في هذا المجال، وكان هناك ترتيب لعقد اجتماع آخر لبدء تشكيل منتدى أو تكتل معين. كان جاء في وقت وجود انشغالات المنظمات، في وقت كان فيه قريب منظمات تقريبا مرتين، فجاء رمضان وجاء في شهر رمضان وتوقف العمل لم يتم الاجتماع. في مجموعة واتساب تشكلت وكانت بداية الاهتمام بالعالم الفردي. يعني انت منظمات فيها بدات تناقش بعض الاشياء ولكن لم يتم الاجتماع الاول لم يتم. يعني انتوا اخذتوا محضر الاجتماع وعملتوا مجموعه واتساب وانشغلتوا برمضان والعيد ودلوقتي هتنشغلوا بالاضاحي وما حصلش حاجه انك اجتمعتوا مره ثانيه، ده اللي حصل يعني. طب وما ده يعتبر ان انتوا كجمعيات عندكم مشكله كبيره جدا انكم ما كلفتوش سكرتاريه تتابع الامر مع الناس وتدعيهم، لان لو الجمعيات اللي هي مشتغله بالعمل التنفيذي هي اللي هتقوم بالتنسيق عمرها ما هتقدر تقوم بالتنسيق عمرها، لان
يعني لو انتوا اتفقتوا على ان في شخص لك حتى يدفع له الاجر عشان ما يشتغل يوم او يومين في الاسبوع، والشخص ده كان رجل او امراه، وانا احب انها تكون امراه. لماذا؟ لان المراه دايما دؤوبه وبتشتغل في التفاصيل. الرجال اللي زي حالاتكم بيشتغلوا في الحاجات الكبيره والتخينه وكذا والى اخره، فانا عايز احنا امراه ان شاء الله تشتغل يوم او يومين في الاسبوع تتابع الملف ده وتشتركوا في الايه؟ في دفع الراتب ليها، عشان ما فيش بالكفاف. انشغلنا بالقدره، انشغلنا مش عارف بمشروع تاني الى اخره الى اخره، او حصل للاسف يعني انصدام مسلح من بعض الجماعه، احنا انشغلنا بالايه؟ بالاعمال دي كلها. فلو انت عايز تنجز اي شيء لابد تفرغه لحد، لو كان الحد ده تفرغه لهذا الامر يكون تفرغ وقتي مش تفرغ دائم يعني. وده الشيء اللي احنا نجحنا فيه واحنا في بريطانيا، ان احنا لما اتفقنا كخمس او ست جمعيات في الاول اتفقنا على الميزانيه، بعد ما اتفقنا على الاهداف واصبحت الرؤيه واضحه واصبح العمل ما هوش عمل تنفيذي، اصبح العمل عمل تنسيقي، عمل توعوي، عمل توجيهي للجمعيات، عمل تأهيلي، واصبحت الجامعات ما بتنافسش مع بعضها في انها بتنافس في باكستان ولا في اليمن ولا في الصومال ولا في اثيوبيا ولا في سوريا ولا في العراق، لا هم بينفذوا على مستوى بريطانيا بانهم بيأهلوا الجامعات الصغيره الى اخره. رحنا خرجنا من الاجتماع النهارده مره ثانيه ما فيش اصبح فوكال بوينت، يعني شخص كده ياخذ اللي هو العناوين البلدية لكل الأعضاء ويتصل بيهم، يبقى احنا بنضيع وقتكم وانتم بتضيعوا وقتنا وكلنا بنضيع وقت بعض، وبيروح الفقير والغلبان ده ما اشتكينا إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا ممكن نبدأ النقاش دلوقتي، إيه هي المشاكل اللي احنا بنواجهها في عدن كجمعيات أو في اليمن كلها كجمعيات، ونبتدي نناقشها واحدة واحدة. لكن اصبح بس عشان واحد يتكلم بمنتهى الصراحه من غير تنسيق انسى انسى، يعني من غير تنسيق انسى انك هتنجح. الامر الثاني اعلم، ودي من عندي انا شخصيا، انك اثم. اثم بمعنى الاثم، يعني اللي يرفض التنسيق مع الاخر هو انسان مريض وانسان آثم. ليه؟ لان المال شحيح والجهد قليل والمصائب كثيره وعذاب، فكل ان انا ارفض ان انا انسق عشان شعار جمعيتي او علشان اسم جمعيتي او علشان اسم جماعتي، فانا آثم ومذنب ويقام علي حد من الحدود المجتمعيه. مشكلة اليمن ومشكلة عدن ومشكلة كل المدن الصغيرة والقرى والأحياء هي مشكلة لن تستطيع، أو مشاكل لن تستطيع كل المؤسسات اليمنية وكل المؤسسات الدولية وكل المانحين إنهم يحلوها. الشيء الوحيد اللي يستطيع نمشي فيه كمسيرة إن نقعد مع بعض نتفاهم مع بعض إزاي نشتغل مع بعض. واللي يرفض حاجه زي كده هو آثم ومذنب ويقام عليه حد مجتمعي. المال مش مالك، الجمعيه مش جمعيتك، الفقير مش عبد عندك، ولا المريض ولا كذا ولا كذا، دي فلوس الفقير وفلوس المريض وفلوس المجتمع. فكل انا ارفض التنسيق او استعلي بجمعيتي عشان جمعيتي عندها 20 مشروع ولا 30 مشروع ولا 50 مشروع ولا منتشره 15 20 محافظه وانت جمعيتك صغيره، يبقى انا انسان شرعا آثم. مهما كبرت جمعيتك، مهما كبر مؤيديك من داخل اليمن او من خارج اليمن، ومهما عظم اللي هو المال اللي انت بتتحرك فيه، سياتي الفقراء
امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامه ومسكوك انت. انت صاحب القرار اذا رفضت تعمل التنصيب. وتعلقها كلهم في رقبتك. او في رقبتك. ليه؟ لان انا برفض التنصيب. الامم المتحده دلوقتي ما عندهاش فلوس. لان المشاكل كترت. عن اي عن عن قدره الامم المتحده. الامم المتحده بدات تجمع الزكاه. معايا؟ بدأ المشايخ يفتوها بجمع الزكاة من المسلمين. يعني معنى كده ان في بعض الزكاة اللي بتجيلك مش هتجيلك. ليه؟ ما عندهاش فلوس. عندها مشكلة في اليمن، عندها مشكلة في جنوب السودان، عندها مشكلة في العراق، مشكلة في ليبيا، مشكلة في سوريا. ها؟ بس الخمس المنطقة بتاعتنا. نهيك بقى على ميانمار، نهيك على افغانستان، نهيك 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 في كل المنطقة في العالم دي كلها. المشاكل اللي موجودة في الصحراء الغربية في أفريقيا، المشاكل الموجودة في شرق أفريقيا، في أوغندا، في كينيا، في الصومال وهكذا. وحجم المشاكل كبر وحجم الدعم قل. والقدرة البشرية لكل المؤسسات بقت ضعيفة، مش قادرة تواكب المشاكل اللي حصلت. وإحنا قاعدين هنا في متر في مترين مش بنتقابل مع بعض مدة 3 أشهر. أنا بقول لكل اللي كانوا حاضرين قبل كده واللي سامعيننا النهارده وهيسمعونا بكره، هؤلاء الناس آثمين. ليه؟ ما ينفعش الناس بتموت من المرض والفقر واحنا قاعدين مش بنتكلم مع بعض. واحنا قاعدين مش بننسق مع بعض. واحنا قاعدين مش بنتكامل مع بعض. أو نجيب واحد يكون مثلا تفرغ ليه أو تفرغ ليها يوم أو يومين في الأسبوع بس يبعت إيه بريد لينا. مش محتاجين مكتب. أي جمعية ممكن تستضيفنا، أنت جمعية مالكوش دعوة بالحاجات الصغيرة دي. أما زي الجمعية الوطنية اسمها الهيئة، اسمها الهيئة الكويتية اليمنية، لا ليها دعوة بجماعة معينة ولا وجهة معينة ولا تقعد إن هو البنت والأخ هنا يوم ولا يومين في الأسبوع يستفيد من التواصل ويمشي. إيه المشكلة فيه؟ لكن ما احناش بنتكلم على الفقير نقعد نعيط. واحنا ده احنا اكثر ناس بايه؟ بنخدم الاموال الفقراء والمساكين. فاول نقطه في الموضوع يا شباب ان احنا اثمين. انا بقولها كده على الملا. مفيش حد في اللي بيشتغل في العمل الانساني سواء كان مسلم ولابس لي لحيه ولابس لي نقاب الى اخره، ها؟ هينجو من السؤال انه لم يتنازل عن جزء من شخصيته الاعتباريه من اجل المجتمع. من اجل الفقير، من اجل اليتيم، من اجل الارمله، من اجل المسكين، من اجل المريض، من اجل الشيخ الى اخره. وانا شخصيا بقول لك ده رايي الشخصي، الله اعلم المشايخ يقول ايه، هؤلاء الناس اثمين. وليسوا اهلا لان يترأسوا اي جمعيه. ده بقول لك في وشكم. وليسوا اهلا سواء كان في اليمن او غير اليمن. ممكن يكونوا في اليمن، يكونوا في الكويت، يكونوا في مصر، يكونوا في اي حته من المكان. اللي مش هيقعد عشان ينسق ويوحد الجهود في الوقت اللي عندنا فيه شح في المال وفي الجهد وفي مصيبه او مصائب قدامنا، ها؟ لا يسمو لا يكون اهلا لان يدير اي جمعيه من الجمعيات. ابدا. والمتبرعين ما يدوش فلوس. من حق المتبرع يقول لك انت بتنسق مع طين ولا لا؟ يقول لك لا انا مش هديك. ودي رساله للمتبرعين نقول لهم الناس دول مش عايزين يشتغلوا مع بعض. بقول لك الامم المتحده بتجمع مال الزكاه. الناس مش واخده بالها من الكلمه دي. الامم المتحده عندها فتاوي حاليا برنامج اللي هو اسمه الفواديع عندنا جديد بدات تجمع زكاه في رمضان اللي فات. اصبحت تشعر انها مش قادره على اموال الحكومات. اموال الحكومات مش كافيه. فنزلت اموال الشعوب العربيه والاسلاميه عشان تجمع منها الزكاه زد اك اي. واحنا قاعدين مش بنشرب كوبايه شاي مع بعض. نفس الكلام اللي احنا قلته قبل كده هنرجع نقوله تاني، ان الناس عشان يعملوا عارفين ان منتدى الاقتصاد العالمي اللي في سويسرا ده اللي بقى له 45 سنه او 80 سنه بدا ازاي؟ بدا كانوا بيتقابلوا كل شهر. ها؟ ناس اساتذه في الجامعه واقتصاديين عشان يفكروا في حاجه. بعد 45 سنه اصبح هو في منتدى الاقتصاد العالمي. بس بدأوا بكوبايه شاي او كاس ويسكي.
خمر لذة للشاربين، بس انت في الدنيا لسه الخمر اللذة دي ما جاتش. نتقابلوا كده كل شهر ولا ايه ويك اند، يقعدوا مع بعض يتناقشوا لغايه ما مشيت المسيره. ها وقال هجيب لي العيال هسمعك منها. هنري كيسنجر كان بيتكلم فيه من هناك من كام سنه، من 2012 تقريبا. سمعته انا، حضرت النشأة في الستينات، وكنا قاعدين في شقه صغيره قد كده مش عارف في سويسرا او حاجه زي كده هو، وكان يمكن 7 أو 8 رؤساء شركات. احنا دلوقتي في 2017 اصبح منتدى الاقتصادي العالمي اللي احنا شايفينه اللي هو بيهز العالم كله الناحيه الاقتصاديه، واصبح يتدخل في السياسه والاجتماع والاعمال الانسانيه والاعمال الدينيه الى اخره. واحنا قاعدين في حاره مش عايزين نقعد مع بعض، وكل واحد فينا بيطلع ذريعه انه مش فاضي. التنسيق هذه اهم من السله الغذائيه. التنسيق اهم من مشروع الاضاحي. التنسيق اهم من تبني مسجد او تبني مدرسه او كذا، لكن لو ما نسقتش هتلاقي في نفس الحاره فيها 20 مسجد، فيها 20 مدرسه، والحاره اللي جنبها ما فيهاش حاجه. ويجوا بعد كده متبرعين ومنحين يسبونا احنا بعد كده. اتفضلوا يا شباب. ايه الاسئله اللي عندكم؟ الفكره تفضل. الفكره اللي تحبوا اللي انتوا تنفذوها هي نفس فكره شبكه نماء. فلو كان في تفعيل لشبكه نماء كان اي حدا بعدها ممكن تنجح. انا ما عندي مشكله مين يعمل التنسيق، بس هل شبكه نماء منفذه ولا مش منفذه؟ شبكه نماء طبعا تكون كل ال منفذه المشاريع ولا منفذه المشاريع؟ ثلاث المشاريع واغلب المشاريع طبعا في مجال الاضافه هو البناء على يعني تنمية قدرات الأعضاء اللي هي المنيات. طبعا من الأهداف أولا يعني شبكة نماء حتى لو تفعل في أعضائها ومن قريب منها يعني يتصل إليهم، لكن الاجتماع اللي كان الماضي كان يضم أطياف كثيرة مختلفة، وعاد في أطياف أخرى أيضا لابد أن تكون موجودة في الصيف إلى آخره. من أفضل أمثلة التنسيق اللي هي الكيان الكويتية ومن العدد 4 أو 5 جمعيات، لكن نموذج ناجح. بالنسبة لشبكة النماء احنا معاكم في الهدف اللي هي بناء القدرات وتأهيل المنظمات للوصول إلى أنهم يعني مؤهلين للحصول على الدعم المنظمات الدولية. هذا الخط اللي احنا بنمشي معاه. الدرجة الرئيسية هو تخصصنا. مسألة التنسيق والتنفيذ هذا يفوق الواقع، سواء كنا ضمن إطار أو خارج هذا الإطار. ولكن التنسيق ضمن الإطار طبعا نتائجه أفضل بكثير من التنسيق الفردي أو الحادث العربي اللي يأتي في ظروف معينة. أنا ما عندي مشكلة مين ينسق، يعني الواحد عشان كل ما لا يعبد الاسم ولا يعبد الشعار، ما عندنا مشكلة مين ينسق. لكن المشكلة اللي عندنا احنا نتفق على آلية التنسيق. سواء كانت آلية التنسيق عايزين يمسكوا شبكة نماء ويغيروا القانون الأساسي فيها ويوسعوها، أنا شخصياً أنا زائد. عايزين يقولوا لشبكة نماء لا احنا هنعمل شيء ثاني، وأنت بتكون متخصصة أنت في الجزء اللي هو بناء القدرات، ما عنديش مشكلة. فالمفروض أنتوا اللي تتفقوا مش أنا أتفق، يعني المفروض احنا هنتفق على فكرة واحدة، احنا موجودين إن احنا عايزين نصر. كيفيه التنسيق ازاي على ارض الوطن هنا في تنسيق ما بين المؤسسات اللي موجوده في عدن والمؤسسات اللي موجوده في صنعاء؟ دي ما حصلتش قبل كده. احنا كاننا احنا في عدن، حتى وعدن والمحافظات الاخرى اللي موجوده في الجنوب، هل احنا في تنسيق بيننا وبين جمعيات موجوده في حضرموت او الى اخره، الى حتى احنا في نفس المنطقه هل احنا عملنا اليه للتنسيق بيننا وبعضنا؟ ودلوقتي حتى لو كان النت ضعيف وكذا، يعني ضعيف ممكن مثلا خبر يوصلك بعد ساعه، مثلا في بريطانيا الخبر بيوصلك بعد دقيقه او ثانيه او حاجه زي كده، مش مشكله، بس الخبر يوصل في تليفونات. ها في كل الحاجات دي. فالتنسيق معناه ان نتفق على اننا لابد ان ننسق، سواء كان بنسق ده نماء او سماء او اي حاجه، مش مشكله دي عشان ما نخش في الاسماء
وبدل ما نمشي في الهدف الكبير دخلنا في هدف فرعي وبتبقى لا ده ما اصل تعمل كذا اصل انا مش عاجبني رئيسنا ما لان في يوم من الايام قال لك كذا وكذا وكذا لا الموضوع ده ما يحطش فلان الفلاني عشان ايه يتبع الجهه الفلانيه الى اخره. لكن لو احنا نتفق على التنسيق الاليه بعد كده هنقول مين تعمله. في كان في استجابه وتواصل مش عارف اسمه الجماعه ها الى اخره يعني. فلذلك ما عندي مشكله ابدا في النماء او غير نماء يكون هم من زوار التنسيق. لكن عندي مشكله ان احنا ما ننسقش. مش كده يا صاحب الجن؟ ها كده. انا عارف لما قلت له على طول شفته النضاره بتاعته. فايه المشاكل يعني لو احنا اتفقنا ان احنا نفعل المجموعه دي، المجموعه دي كان فيها كم واحد قبل كده؟ 20 واحد. مين المسؤول على ارسال الرسائل ل 20 واحد؟ اللي اخذنا وصل التواصل الفرع هذاك اليوم. وبعدين؟ بعدين المواعيدين ها؟ حددوا المواعيدين، الموعد المتفق عليه كان الخميس اللي كنت في الثالث. ايوه. وتم الاعتذار للانشغالات وحدد موعد الاحد بعد ثلاث ايام. وبعدين؟ تم الاعتذار. تم مين؟ من نفس المنطقه؟ ايوه والله كلهم يعني؟ لا والله يعني من العشرين واحد؟ لا مش كلهم، إنما أغلب الغالبية. حضرت المديرة التنفيذية حقنا وقالت اجتماع كان العدد ناقص ولم يتم مناقشة شيء ولا واحد. هو الاجتماع الثاني. هو حتى لو الاجتماع فيه ثلاثة أو أربعة امشي الاجتماع. لأن دايما أول خطوة في التنسيق هي أصعب خطوة. ده اول خطوه انك تعرفي الارض الصالحه وتجيب البذره الصالحه عشان تزرعيها وتوصلي الارض الصالحه دي الزراعه يعني دي اصعب خطوه. مجرد ما البذره خضرت الكل هيجي وراكي. كل واحد يكون صريح انا قادر احضر انا بلتزم انا مقتنع. مش مهم ال 20 يحضروا. يعني حضرتك اسمك ايه؟ هويدا. اخت هويدا انا عندي 20 جمعيه حضر منهم خمسه هبدا بيهم. وخلي بالك مش ال 20 كلهم هينسقوا. اللي هيفضل معاك من 20 من خمسه او سته او اربعه ابداي بيهم. احنا في بريطانيا لما بدانا المنتدى الاسلامي المنتدى الاسلامي الخيري من 10 سنين عدى ثلاث سنين عشان تنسق بالخمس جمعيات. هيومن ابيل واسلامك ريليف ومسلم ايد ومسلم هاندز وهيومن ريليف فاونديشن. اربع سنين نتكلم مع بعض عشان نعمل قانون اساسي. هل كان في بريطانيا بس في خمس جمعيات؟ لا. مسلمه كان في كتير. بس احنا عندنا خمسه. خمسه غير دلوقتي هم موجودين في ايه؟ في التشكيله. وبقى الوقت الخمسة بقى ايه؟ 20. واحنا موقفين ما نقبلش عضوية جديدة، بس بعد كام سنة؟ بعد 10 سنين شغل. فأنت جم أربعة أو خمسة اجتماع ابدأ. إيه المشكلة؟ مش أنت أول اجتماع ما جاش حد؟ تاني اجتماع أنا هبدأ بالخمسة، واللي عايز يجي أهلاً وسهلاً، مش عايز يجي إن شاء الله جه. برضك هنبعتهم. هنختلف بالاجتماعات وهنبعتهم، هنمشي ماشيين. فلابد بعد كده اللي يجي لك ابدا بيه ولا مش هتبدا في اي حاجه خالص. ولا الزرعه بتاعتك اللي هي البذره دي هتنبت. وانت ما بتشتريش الارض الا لما تلاقي فيها خضار. صح؟ في حد بيشتري ارض في الصحراء عشان يزرعها؟ حتى ساعات لما كانوا بيجوا الرؤساء زمان في بعض الدول احنا يعني مش عايزين نذكر اسماء عشان احنا ما بنشتغلش في السياسه. لما يجي رئيس الدوله ليهم جابوا اثار الزرع وحفروا لها في الارض وطلعوا شجر فيجي الرئيس يقول يا سلام المشروع نجح. هو جه مشي في حته 50 متر في 100 متر لف اللفه دي كلها حطوا له حبه بيض وحبه فراخ وحبه معيز وحبه جمال وبتاع ده والتلفزيون يصور والستات زغرت والرجاله تهلل ويرقصوا. ده بلاد ما نعرفهاش. طبعا ده مش العالم العربي، ده في العالم الغربي اللي هو متخلف.
واضحكوا على الرئيس بالكلمتين دول، وبعد بيرجع الراجل يمشي ويطلع بالطياره بتاعته ومشاهدين الزرع والزرع يموت ويذبحوا الخرفان والبقر والحاجات دي كلها كل سنه وانت طيب. فدي النقطه الاولانيه، نرجع للتواصل مره ثانيه ونعمل اجتماع. انا همشي من هنا يوم الخميس الجاي. لو عايزين تعملوا اجتماع وانا موجود يوم اي يوم من الايام انا موجود هنا معاكم، وما عنديش مشكله اسلم يعني دي سكن اسلم خروف هو صاحي، ونعمل اجتماع عندك انا ولا في تواصل مفيش مشكله، واللي يجي يجي اللي ما يجيش ماشي مهم يجي، بس نبدا معايا مفيش مشكله. اتفق مع ندخل ترتيبات عمليه عشان نكون مفيش مشكله يعني تحديد الموعد فوق البايت للاجتماع القادم تمام، ومن المستهدفين هل كل اللي حاضرين في الاجتماع السابق او من الشفافيه انك مثلا ما تعزلش حد، ابعت للناس كلها اهلا وسهلا علشان ما يقولش هم عملوا الاجتماع الاولاني واحنا حضرنا والاجتماع الثاني ما حضرش، الاجتماع اللي حضر في الاول يحضر ثاني، مش عايز يجي مش مهم ان شاء الله يجي خمس او ست جمعيات. انا مش عارف يا دكتور المره الماضيه يعني هل في معايير معينه تم على اساسها؟ هو اتفقنا اننا نتقابل عشان نحط المعايير، وفي نفس الوقت قلنا لهم استفيدوا بالمنتدى الانساني اللي في صنعاء وخدوا القانون الاساسي واعملوا زيه او حسنوا عليه او اعملوا حاجه ثانيه عشان ما تبداوش من الصفر، لان في تجربه في صنعاء بقى لها 10 سنين دلوقتي. خد بالك؟ ومدعومه من الامم المتحده وفيها يمكن 20 او 30 جمعيه في الجمعيه العموميه بتاعتها وليها هيئه اداريه وفي 150 او 160 شريك على مستوى اليمن كلها. فتستفيد بحاجه زي كده اهو. انت ليه تبدا من الصفر؟ يعني اوعى تبدا من الصفر. لان جهد انا كنت باجي هنا يعني قبل وخلي بالك صليتوا على النبي انا قيل ليا في ودني ودني شايفه ودني؟ قالوا لي ايه؟ ما تعملش حاجه يمنيه. اعمل حاجه دوليه علشان الفساد اليمني. لا بتكلم بجد؟ واللي قال لي كده اليمنيين. كل واحد جه قال لي حاجه. تقول لا مش هعمل حاجه الا يمنيه. عشان المستهدف بيها اليمن واهل اليمن هم يعملوا حاجه يفتخروا بيها. موجود استفيدوا منه. ايه المشكلة فيه؟ حددوا الميعاد الجاي وانت ممكن تحددوا من دلوقتي جدول الأعمال. نخرج من النقطة دي ونشوف ايه النقط اللي فيها مشاكل انتوا عايزين تناقشوها عامة. واخدين بالكم يعني مثلا احنا قلنا التنسيق خلاص انتهينا منه، ايه المشاكل التانية اللي بتواجهكم في اليمن؟ بس مش عايز تدرك بس. منطقيه او متطلب منطقي اذا تم بيتم التنسيق بسلاسه. تفضل. يعني ساحصل على ماذا؟ مش هتحصل على فلوس. ما تجيليش تصلي على النبي. الاعضاء صلي على النبي. صلي انت مش هتيجي هنا عشان هجيب لك فلوس. اللي عايز يجي يجي علشان يوفر فلوس اللي هيصرفها. لانك تيجي انت من الجامعات تيجي علشان تاخد فلوس. انا مش عايز الجامعات دي. عندي جمعيات حتى لو كانت تخينة ودسمة جمعيات تعتبر مراهقة غير نمرة. احنا جايين عشان بنبص لليمن مش بنبص للجمعية بتاعتنا عشان عايزين ناخد رقم عشان عايزين نعمل حملات على مستوى اليمن علشان الشعب اليمني يستفيد. عايزين نواجه مرض معين نواجه قضية معينة مش عايزين ناخد فلوس فقط. يعني انت لما تقول احنا هندربهم عشان ياخدوا فلوس الامم المتحده انا بدربهم عشان يبقوا جيدين. كلهم ياخدوا فلوس الامم المتحده وما ياخدوش دي حاجه ثانيه. لكن انا كل شويه هعمل شيء عشان تطلع عني فلوس منه لا انا ما عنديش اديك فلوس. فلذلك انا بقول لك تعالى هنا علشان تدافع عن العمل الانساني في اليمن. تعالى هنا هو عشان نبرز قضيه من قضايا الميه والصحه والتعليم والجهل والفساد والايتام الى اخره في اليمن. صح ولا موجود ولا مش موجود؟ في تسحر وفي جفاف وفي تسرب من التعليم وفي مرض اسمه كوليرا دلوقتي بقى له اربع اشهر ولا خمس بدل ما كانت الحالات 240
لما كنا احنا موجودين هنا شهر مايو 4 تقريبا 500,000 مش تابع فيهم في كل المحافظات. فدي حاجات مش سهل الانسان يعرفها. الوعي نرفع مستوى الوعي عند المواطن اليمني عند المتبرع اليمني في حاجات كتير جدا. لكن كلها بتيجي عشان تفتكر ان فلان ده يعرفك على الجمعيه دي عشان تديك فلوس. انت مش بتنصح، انت جاي بتعمل حاجه احنا بنسميها ايه؟ تنميه مار الجمعيه بتاعتك فقط. وهذه المشكله خلاص يا ما شوف شوف ازاي كان بقول لك يوم من 20 حضر 4 أو 5 وبنينا بيهم مش مشكله. دايما اصعب شيء في اول خطوه في اول نبته تتزرع. انت مش عايز الشجره دي يجي ريح يكسرها ولا تيجي غنم تاكلها ولا تيجي افه تموتها. تقعد ايه؟ تحافظ عليها. لما تنمو الناس بيبصوا بقى للثمره جايه يقول لك لا احنا عايزين نيجي معاك. وفي ناس مش هتيجي لما يكون في ثمره. او يعرف. لكن احنا بنقول السابقون. ما هو الاول بقول لك اهو، الاول بقول لك انا عايز اوفر الجهد اللي انت بتبذله واهدار المال اللي جمعيتك بتعمله. انا بقول لك انت عدم التنسيق عنا، عدم التنسيق معناه ان انت كجمعيه كبيره بتهدر المال. والمال ده مش مال. فانا بتهمك فتعالى دافع عن نفسك. واللي عايز يجي يواجهني انا اهلا وسهلا بيكم. كلكم مع بعض. وانا بقول لك يا جمعيه اكس او واي او زد او الف او ب او ج يا كبيره اللي عندي 50 مليون ولا 100 مليون ولا مش عارف قد ايه في السنه، انت جمعيه تبدل المال لانك لا تريدي ان تنسقي مع الاخرى. وهذا المال مال المجتمع ومال الفقراء ومال الله، وليس من حقك كجمعيه انك تقصي الاخرين. وليس من حقك كجمعيه الا تنسقي مع الاخرين وحتى لو كنت انت اكبر جمعيه في اليمن. بقول لهم كده في وشهم. سواء كان جمعيه دوليه او جمعيه محليه، وعلى الجمعيات الدوليه انها تنمي قدرات الجمعيات المحليه. ما ينفعش تكون مثلا اسلاميه هنا وانت ما عندهاش برنامج تنميه القدرات. ما ينفعش اليوم انا كبير تكون موجوده وما عندهاش برنامج تنميه قدرات الشعب اليمني. ما ينفعش الكويت يكونوا جايبهم اموالهم كلها عشان اعمال تنفيذيه بس، او السعوديين او الى ما ينفعش. انا مش عايز اعيش طول عمري مستبدي. مش عايز اعيش طول عمري وايدي هي السفلى. انا عايز اعيش بعد كده هو ان انت جزء من فلوسك اللي بتجيبها عندي هنا هو سواء من الكويت او من السعوديه او من الامارات او من كل الدول المانحه دي كلها، تخلي الانسان اليمني عنده قدره على اداره هذه الاعمال وهذه المشاريع. وارجع اقول مره ثانيه، اخر اللي مش هينصر حتى لو كانت يمن امين، حتى لو كانت اغاثه اسلاميه، حتى لو كانت بنت نزل. دي نمره واحد. مفيش فلوس عندنا قطاع الطرابلسي. واللي عايز يجي ومفيش فلوس اهلا وسهلا بيه. اللي عايز يجي عشان فلوس جزاه الله خير ممكن يروح حته ثانيه. احنا ما عندناش فلوس. خلاص؟ مش مشكلة الثانيه. اتفضل يا دكتور. في اللقاء الماضي طرحنا نقطة عن قناعة التنسيق، قلنا دي نقطة مهمة. يعني ما يجتمعوا مش الناس مثلا يكون عبارة عن اجتماع ياخذ وقت ثم وقت يضيع وقت وقت الاخرين وانتهى بعد ذلك. لازم يكون الحاضرين الموجودين يكون عندهم قناعة اولا. اذا وجدت هذه القناعة لازم يكون هناك رأس ليدير هذا التنسيق. يعني لان الان اللي حصل المره الماضيه بعد كل الكلام الجميل ما تم اختيار راس لكي يدير هذه العمليه اللي موجوده، لانه هو اللي بيشرف وبيتابع بيكون عنده قدره بيكون عنده امكانيه بيكون عنده مكان يستضيف الناس. بيكون هناك فعلا في عمل مستقبلي ومثمر. اما بالشكل العام والكلام العام دائما ما تؤدي الى اي نتائج. طيب القناعه دي شيء مهم، وعشان كده بقول لك لو في 4 جمعيات من 20 جمعيه عندهم قناعه نبدا فيهم. خلاص دي نمره واحد. نمره اثنين، الشخص ده احنا مهم جدا بس احنا مش هنخليه شخص يكون رئيس، هنخليه واحد يتابع العمل. لان ساعات لما تيجي انت تختار مثلا واحد من هيمن ابيل او واحد من جمعيه اصلاح او واحد من التواصل، الثاني حاجه طب ليه ما اخترتنيش انا؟
بس عم بتصير حساسية في الأول. ففي الأول أنت بتخلي سكرتيري يبعث المراسلات للناس كلها. اتفقوا على السكرتيريا. ممكن السكرتيريا تكون في تواصل أو تكون في أي مكان من الجمعيات دي كلها. بلد. لكن يكون في شخص هناك في السكرتيريا دي بيبعث واللي يجتمع وده اللي احنا عملناه. عشان نبعد عن ان في جمعيه معينه ايه اللي هتدير، قلنا تواصل هتاخد اعمال السكرتيريه. وللاسف لما انتوا جيتوا في تواصل وحسبتوا وعملتوا الاجتماع الثاني وحضروا اربع او خمس جمعيات، قلت الاجتماع فاشل ابدا، اجتماع عمره ما كان فاشل، اجتماع ناجح. اجتماع ناجح. ان الرسول صلى الله عليه وسلم كم واحد اسلم منه قبل الفتح، قبل الهجره للمدينه؟ عدد المسلمين اللي في مكه بعد 13 سنه كانوا كم واحد؟ 11. ها؟ 11 لا بعد 13 سنه. بعد 13 سنه. والرسول ده وسيدنا جبريل نازل وطالع وكذا، وسيدنا عمر موجود وابو بكر موجود وعلي موجود رضي الله عنهم وكله، سيدة خديجه موجوده، كم واحد بعد 13 سنه؟ 100 واحد. اللي حضروا العقبه الثانيه كانوا كم واحد؟ 70 ولا 80؟ العقبه الثانيه كان في سنه كم من الدعوه؟ سنه 6 او 7 او 8؟ لما نتكلم اذا كان ده الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي افراد مش جمعيات، وكان بيخرج لهم كل سنه في موسم الحج عشان يكلمهم. وبعد كم سنه؟ امن بكام؟ وعذبوا وشردوا وكذا، واحنا جايين أربعة من 20 واحد وزعلانين؟ إيه المشكلة؟ لو الباقيين ال 20 شافوا إن أربعة اجتمعوا وطلعوا قرارات، هتبتدوا يجوا الاجتماع اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، واحنا مش عايزين 20 كلهم يجوا، لأنهم مش هيجوا. مش هيستمر معاك إلا الأربعة والخمسة، تبني بيهم. وتبني عليهم، تعلم من تجارب الآخرين. معايا اخت وايده فقولي الرئيس اللي كان محضر، لا انتوا جيتوا كان اجتماعكم ناجح بس انتوا ما كملتوهوش، هو لازم احنا 20 يحضروا؟ عمرها ما كانت. ما بقولك احنا هل احنا احسن من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو اصلا احوال الامل اربعه من الاحرار في معنا دائما يعني لو ما لم تكون هناك اداره لاي عمل العمل مش مباشر. انا مش مختلف معاك. انت من الاربعه هؤلاء ان كان الراس معنى. هنختار بعد كده. هنختار بعد كده. نستخسر 100 اي شيء مش مشكله. بس يكون هو واخذ الهم الاكبر. ده هتختاره بعد كده. بس انت في الاول عشان حساسيه مين يكون الرئيس او مين يكون المنسق بتمشيها بالسكرتاري. هي بس دكتور في ملاحظه، نحن عندنا ما في حاجه اسمها حساسيه. الكل يعرف حجمها. مثلا نقول والله مثلا الاداره ستكون على سبيل المثال من البدايه تواصل او استجابه او جمعيه الاصلاح في مركز رئيسي، خلي بالك هذه الثلاث المكونات الكبيره الكل يعرفها والكل ما يقارن حجمها بحجمها اصلا، فيكون في هناك امتثال. انا ما عنديش مشكله والله هكذا. في النهايه هم الناس اللي يجتمعوا ويوافقوا مش انا اوافق. لا هو الناس انا اقول لك من خلال المعرفه والعمل السابق الناس بتوافق اوتوماتيكيا لانها بتعرف ان هذه المؤسسات الكبيره عندها قدرات، عندها امكانيات، عندها محرم تجمع الناس فيه وتستطيع ان توفر لحد الادنى، فالناس بتشتغل طبيعي، بس لابد ان تكون هناك جهه رسميه، مش جهه رسميه قصدي جهه يعني اتفق عليها. هم اتفقوا عليها؟ ما احنا عملنا السكرتاريه في تواصل المره اللي فاتت. كان اتفق على التواصل. التواصل اخذها في الاخير قبيله، تعرف القبيله؟ اخذها في الاخير قبيله. لان من اللي بيدير؟ من الذي بيعلن في اللقاء الاول عن من عن من؟ انا احط هذا الموضوع لا اخذ عده دقائق، بعدين في الاخير صح التواصل كان بقبلي. فيعني تقبيل القائد خلاص عندي انا. وبدا اي بس كان انا اول من عندنا. كان اعتبرت اول من عندنا. شوف شو ممكن يبقى الفتره الاولانيه فتره بنسميها احنا ايه؟ فتره انتريم يعني بالعربي. فتره انتقاليه. نقول بقى تواصل او استجابه او نماء هناخدها لمده 6 اشهر. ولما تجتمعوا مع بعض وتتفقوا على قانون اساسي نعمل انتخاب نشوف مين هيكون الرئاسه عندنا. بس في تجارب الهيئه اليمنيه الكويتيه عندهم رئاسه دوليه. تدور على الدوله ساعات بتكون جيده ساعات بتكون جيده.
لا ما ما كل كم من ست أشهر كل سنة؟ كل شهر. لا ما ينفعش. ما ينفعش. لأنهم أصلاً كلهم مؤسسات مانحة وجاية مع بعض بيوزعوا الأموال. أنت عايز تبني قدرات هنا وتعمل حملات وغيرهم. هم جزاهم الله خير جايين عشان يقعدوا مع بعض اجتماع شهري يوزعوا المال أو البتاع ده هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. إن شاء الله يكون كل أسبوع. اللهم نفتي. لكن ما عندهمش مشكلة. أنت عندك كل المشاكل. فانت عندك في مشاريع هتعملها ومشاريعك اصلا مش تنفيذيه بس مشاريع توعيه مشاريع توجيهيه مشاريع تاهيليه الى اخره فما ينفعش على الاقل تكون دوله الرئاسه مده سنتين او ثلاث سنين يكون هناك مكتب تنفيذي عشان يتابع البرامج اللي بتتكلم عنها تكون في جمعيه من الجمعيات ماسكه مثلا التنميه البشريه جمعيه ثانيه ماسكه التوعيه الاعلام الى اخره الى اخره وهكذا يعني بالك اتفضل تفضل بالنسبه لل المستثمرين بالفعل هي اللي قناعه ولا الفكره اللي طرحتها انت الان طبعا عشان صلى الله عليه النبي روح قول لهم واحد طلع في فتوى انكم مقسمين بس خلاص خوفهم كده قول لهم لو رجاله حتى لو ستات رجاله يجوا قبلهم هقفلكم في انه اكبر مدافع عدد اسمه هنا ايه؟ زين الساعه هاخدكم في الساحة ومع عصاية. تعالوا قبلونا سي يو اراوند ها. قول لهم بقول لكم انتوا قاسمين وهيحكم عليكم لحد في ميدان الساعة مش كده ولا ايه؟ ميدان الساعة؟ ساعة العروض. ساعة ايه؟ العروض. ساعة العروض اه. حتى انه امام سيادة مش عارف المحافظ ولا كده. الاصل يا استاذ من اللي يحضر هنا؟ يحضر بقناعة من رئيسه او مديره او كذا. صاحب القرار نعم. بقناعة تامة من هنا. نعم. هناك وبعدين يروح هناك يصبح له لا حول له ولا قوه. نعم. الصراحه. لان تقول الجمعيه اصلا في الرئاسه بتاعتها مقتنعه بالتنسيق. ان شاء الله بس الاجتماع. اتفضل بس شيخوخان. لا هو انا في نفس الاجتماع يعني نقاط هاي الان نضعها ب يعني الاجتماع الجديد لازم نضع يعني اقتراحات عمليه. ايوه. اولا انت اذا كان اقترح الدكتور عبد الله انه يكون فوق البوينت للاجتماع. عبد الله ما من تبع مين؟ الصراحه عبد الله خايف دي جمعيه متوحشه كبيره لا ممكن يكون باسم المدرس لا ما انا مش انا مش انا لا انا انا بتكلم كده عامه لو هم اصلا واخد بالك عند المجتمعين اقروا جمعيه معينه هم حرين نستمر بسلبياتها بايجابياتها انا اقصد يا دكتور ندعو للاجتماع خلال هذا الاسبوع اذا كان مربوع باسم التواصل انا ممكن اسمع صار التواصل بعد المعارضه ورتب بنفس ما بدينا سابقا ممكن هو يتابع الموضوع او ممكن يتابع اخر يعني مشان حساسيه الاسماء الامر الثاني هو الهدف من الاجتماع ايوه هذا الموضوع لازم يكون واضح تفضل حطوه انتوا اللي حطوه انا مش حاطه من النقاش هذا انا اقترح مثلا انه توضيح اهميه التنسيق باعتبار عباره مميزه يعني الهدف الاخر التنسيق معنا النهارده بقى ولا خلاص حطيتوا معانا حد اول حاجه بالجماعه يسمعهم الدكتور هاني الفتره انا عملت يا ريت يعني اكثر من هدف بكل مبارك اه حطوا انتوا جدول الاعمال مش ما عنديش حطوا جدول الاعمال حطوا فيه كلمه حطوا فيه جلسه مفتوحه حطوا فيه بعض الاهداف حطوا فيه مخرجات اللي هو الجلسه اللي احنا عملناها قبل كده حط في جدول اعمال الجلستين اتلغوا ليه لان مش انت كنا احنا في يوم اربع تقريبا امام يوم جمعه على اساس خميس خميس انا نزلت هنا يوم اربع صباحا خميس صباحا انا وانت بعد ما جينا 8 ساعات ولا 10 ساعات دول وكان دول الخميس الساعه 1 او الساعه 2 بالك كان هو الاخ ده كان يقول لي ان انا كنت بنام وهو كان بيزودني عشان اشتغل انا راجل كسيل فالمهم طب بالك ليه اخفقنا في الاجتماع الاول وليه اخفقنا في الاجتماع الثاني؟ وده الاجتماع الثالث بالنسبه لنا او الرابع طب بالك في اجتماعين ما اتعملوش في اجتماع اول وده الاجتماع الرابع او ده النهارده الاجتماع الرابع وبعد كده في اجتماع ايه؟ هو صح الاجتماع اليوم انا كان مع الدكتور سعيد مش عارف انه في سوء تنسيق طلب مني اوجه الدعوه لكل الجميع يعني. للكل او الاقليه لا للبعض خلاص مش مشكلة اذا كان احنا بنعتبرها اجتماع مش محسوب بيسبب يعني اشكالية وتحس عند بعض انهم وهذه النقطة دكتور نقطة سخنية سخنية كثير بالتالي لا تعتبر اجتماع فهذه اجتماع تحضيري
انت بالنسبه لك يمكن الامر عادي ما في مشكله في التقرير، لكن عند الاخرين لا، بسبب التحسس يمكنني يقولوا في الاثم المهمل حاليا يعني. خلاص مش مشكله. اللي بعد نعمل الاجتماع الرابع اللي هو انت امتى؟ مش عارف شوف يوم الربوع المسافي يعني بس الاربعاء المسافي. طيب وقصة ايضا انه يؤتى للاجتماع المتمسكين في شيء جاهز عندهم مثلا من اجل الخروج من قضيه الاحراج مع المسجد، ليش تعد هذا المنظمه غير هذا؟ عندنا معايير واضحه للجهات والمؤسسات التي تريد تدخل في التنسيق. نعم. مش معقول جهه ما لا يوجد لديها مكتب اجي اتصل معها. لا يمكن ان ادعي انا حاول مش فلوس. مش فلوس. ماذا سأستفيد؟ ما خلاص ما هو في ناس هو هتدرب، في ناس هتعمل كذا، في ناس هذه لازم التعريس بقضايا المشاكل حق اليمن هذه بتجيب لك فلوس يا دكتور. انا لما ال 25 منظمه هذه المنتديه تبنى انه معدل الكوليرا. عندي مشكله في منطقه فلانيه، النداء الذي مطلوبه في هذا يعني اذا الجهه التنسيقيه مشتركه انها ستكون قادره على التنفيذ بآلية ممتازه من خلال كثرة الاعضاء من خلال التنسيق، من خلال اعضاء، من خلال بناء قدراتها، هذه بتفعل جديه لذلك انا بقول لك ايه، ابدا من حيث انتهى هذا الانسان في صنعه. هذا الانسان في صنعه هو موجود في الهيماتيك كانت يتيم يعني في ال طيب يا دكتور تفضل عبد اقطع كلامك يعني. طيب المنتدى الانساني الدور اللي قايم فيه صنعاء ليش ما يقومش في نفس الدور هنا مثلا في عدن؟ نتصل بهم الاخت وابعث لهم كل حاجه. واحنا هنا لما كانت معانا المره اللي فاتت وخدت كتبت المحضر صغيته هناك انها ورجعوا لهم المحضر تاني عشان هم يعني قصدي المنتدى الانساني نفسه. المنتدى الانساني نفسه خصوصا مع المنتدى الانساني نفسه محضر الجلسه احنا مش هم اللي بعتوهم. نعم نعم. غلطه جميله بس ما مش حاجه ما مش حاجه وصلتها من الجميل. انا اتمنى يعني يا دكتور الان بدل ما تصغر المسافه بدل ما يبدا من جديد، بدل الانسان عنده خبره وعنده يعني القدرات الكافيه انه يفتح ومعاه ممثله هنا اسمها رفيده اذا انا مش غلطان تبني مكتب كامل ما عنده تبني مكتب كامل تعملها بالتنسيق بدل ما يبداوا من اول شيء. فايدة انت مع جماعة ايه؟ منتدى انساني موجودة هنا ممثلة استكملت عملها. لا يعني استكملت معي قبل ما تسافر الحج قبل اربع ايام. ايوه. كلهم شغال. انا قصدي لو يفتح المنتدى الانساني مكتب له في عدن وهو الذي يقوم بالتنسيق هذا كامل. مش مشكلة انا تعرف لان انا المنتدى الانساني مش عايز افرض عليك. لا انا اشوف صراحه اللي تطلبها انا ما عنديش بكون سريع شويه. انا مستوى الجمهوريه طالع. انا حكون شويه سريع معك. اللي تطلب منهم شيء هم قاموا بنماذج من موجوده اصلا. يعني مثل ما ذكرت الاخ نمره موجوده. نمره المفروض انها تمثل يعني موجوده في اكثر من مكان. لكن تنقصها طول الخبره، تنقصها الامكانيات اللي موجوده عند المنتدى الانساني. المنتدى الانساني في صراحه عنده امكانيات كبيره. فبالتالي لو وجد مكتب للمنتدى الانساني التنسيق مع المنتدى الانساني الذي موجود في صنعاء يوجد مكتب هو الذي ينسق ما بين المنظمات يساعدهم ياخذ بيدها. انا هذا اقتراح يعني مني شخصيا لا وثني ولا لي. هم يبغوا يعني منتج بنكهه عدنيه. ما فيش مشكله. لا هذا المنتدى الانساني عالمي ما هو صنعاني. المنتدى الانساني مستعد على الوصول للي لازم تعرف ان ليس بالضروره رئيس صنعاء، انت انسان موجود في العالم كله ويراسل الدكتور هاني البلد. بس لم يشتغل مكتب مرة في العالم. هذا الاسهم، انا اتوقع هذا الاسهم. ويتبنى الفكره المنتدى. ويتبنى الفكره المنتدى والمنتدى عنده امكانيات. فبالتالي بيكون عنده الخبره، عنده الامكانيات، عنده وبيسهل وبيسهل اشياء كثير، بيختصر مسافات. بس حيكون يعني من الجمعيات الموجوده هنا طبعا الاساسيات اكيد طبعا تكون اول. نعم تكون اعضاء في المنتدى الانساني يكون توزع. هذا احد الخيارات. لكن الفكره اللي تهمني من اول بدا طرحها الاستاذ عبد الرحمن انه ممكن المكتب نفسه يفضل مكتب يعني عن اللي ممكن في المركز الرئيسي للصناعه يتولى مساله التنسيق للوصول الى مخرج معين. المخرج هذا كان المنتدى الانساني جزء منه او خارجه. نعم. لكن هو يعني كويس في المنتدى الانساني
انه مثل نماء ليس منظمه بحد ذاتها، يعني هو عده منظمات يكون عباره عن عده منظمات ويسعى الى مصلحه الجميع، ما هي ما عنده اهداف شخصيه، يعني ما عنده غير الاهداف اللي تتفق عليها الاعضاء، كيف يوسع المشاريع، يوسع المشاريع، كيف يدفي، كيف الضعف اللي موجود عند المنظمات يقويها، اعتقد بتستفيد منه عدد كبير. هذا رايي الشخصي. ويوفر خطوتين، الخطوه الاولى توفير شخص او منسق عام. يوفر مكتب، هو انا ما ادري ليش يعني دكتور هلال مش فاتح مكتب في عدد، يعني حاضر واحده فقط تشتغل من البيت، ده يعني مدينه مثل عدد اظنه قليل في حقها يعني. والنقطه الثانيه اللي بيوفرها هو ياخذ خبيره مش منسقه مشروع وليس مشروع. بس مشروع الناس دي لكن بالفعل هي متعاونه مع عملاء اكثر من مشروع. انا قصدي انا ما ادري ايش انا مش عايش حتى هنا، لكن اللي اعرفه انه لما تواصلت مع ربعه في صنعاء قالت لي هي تمثل المنتدى الانساني في عدد، سواء هي اللي تمثل او لا تمثل المنتدى الانساني، لا انا اتوقع يعني توجب عليه انه يفتح مكتب يكون هو مسؤول التنسيق بين المنظمات. جهة معروفة، جهة دولية، جهة لها خبرة سنين، حتستفيد من العدد والمنظمات المحلية بشكل كبير. لا وظيفة كان السبب آخر دكتور هاني المفروض يركز عليه. في تساؤل، لماذا المنتدى الإنساني يأخذ مشاريع وينفذها في المحافظات وهو مش موجود فيها؟ نبدأ أعطيني مثال معك. مشان أكون معك على الخط، أعطيني مثال. في تساؤل من بعض الجهات المانعة هنا في عدن. لماذا المنتدى الإنساني يأخذ مشاريع وينفذها في عدن وهو مش متواجد في عدن؟ يعني أخذ مشاريع في عدن. لأن المشروع اللي تنفذه في عدن. لكن ما فيش تواجد للمنتدى الانساني، حتى مثلا تواصل مع الحكومه وهكذا كانت تقول في اعضاء عندنا اللي هي الجمعيه الاصلاح ولا الاخوان اليمني مش عارف ايش ولا هذا، احنا نشتغل من اعضائهم. لكن الجهات المانعه في الفتره الاخيره ظهر هذا النفس ولا الموجود انه مش موجودين هنا، ليش ياخذوا مال؟ الاولويه للناس اللي ياخذوا مال. انا حاقول لك طبعا ما اعرفش هم فهذا مبرر انهم يفتحوا المكتب. غير جواب لك شوف، هو ده بالتالي الجهات المانحه الكبيره بتدي الفلوس لجمعيات تصرفيه. اذا كانوا بينفع عدل او مش بينفع عدل. معك واصل التساوي ياخذ سياسه الاتحاد الوضع اللي حدث هنا في الوقت. فده المانح اللي هو الكبير، مانح غربي او مانح قومي الى اخره. بيقول لك انا مرتاح ان انا ادي للجمعيه دي عشان عارف المسار السياسه بتاعها، المسار الامني بتاعها، المسار الاجتماعي، المسار الانساني. مش مختلفين عليه. فدلوقتي التساهل بيقول لك طب هو المفروض بيقول ايه؟ يقول يا منتدى افتح مكتب هناك عشان يديك فلوس اكتر، لان هم اصلا اغلب الفلوس اللي بتيجي لليمن ما بتصرفش هنا. بتصرف في اماكن ثانيه. رغم ان في حاجه كبيره جدا في المحافظات في الجنوب زي ما في حاجه في المحافظات، قد يكون الكثافه السكانيه في الجنوب اقل، لكن في حاجه شديده. وعلى الاقل ممكن تبقى التلت او التلتين، ما تبقاش مثلا الموضوع حتى مكاتب الامم المتحده لانها ضعيفه جدا. مكاتب فرعيه يعني ندور عليها نلاقي مثلا ما يعني مش مدراء كبار. فاللي بيسال السؤال ده اقول له روح شوف المانحين هم فاتحين فين. والسلطه الاداريه للامم المتحده وغيرها مش موجوده في عدن، موجوده في صنعاء. خدت بالك؟ فده بالتالي ممكن يكون توصيه من التوصيات ان هو يعني قول لهم المتحده عندهم قدره، حطوا شخص واحد وحطوه حتى في اي جمعيه من الجامعات ان شاء الله نوفر الايجار والحاجات دي كلها، هي بس مصاريف الشخص ده الشهريه هتكلف 1000 ريال ولا 2000 ريال ولا 5000 ريال، تبقى تتقسم ما بين 10 او 15 جمعيه اللي هم ايه؟ الى ان يقف ليها مشاريع معينه جايه لايه؟ لمحافظه عدن او لمحافظه لحش، ودي كل المؤسسات اللي موجوده في المناطق دي هي اللي بتنفذ المشروع. اتفضل. السؤال، ما علاقة المنتدى هذا أو التكتل أو التنسيق بالكتب الموجودة اللي ترتبها الأوشا؟ هو زي ما أنا قلت قبل كده ليك، المنتدى هناك هو عضو في الكمانتين اللي كانت بتتم باسم بالعربي اللي هو الفريق الإنساني للأمم المتحدة اللي بيحدد سياسات صرف الأموال. هو موجود هناك. هو موجود هناك. الإنساني وفي مجموعة من فهو يعني هم خدوه هنا كعضو في الفريق العمل الانساني اللي بيحدد سياسه الصرف الانسانيه للامم المتحده.
فذلك هو ذلك هو قاعد في المطبخ بتاع الايه اتخذ القرار اللي ممكن هنا من عدم لا 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 الصنع في على مستوى القطري ماشي في على مستوى القطري على مستوى القطري مستوى المحافظات يعني المحافظات بتنفذ التوصيات يعني هنا بيطلع قرار من صنعاء يتنفذ هنا مش هم اصحاب القرار هنا هنا اصحاب القرار في التوزيع ما اتاهم المال من صنعاء يلا اتفقنا على الموعد الاربعاء عندك الموعد بالنسبه لك او يفوض لك عبد الرحمن ولا دكتور عبد الله معنا زياره قدامي الى لحق واستشاره مثلا ها بس هتجي الصباح اذا كانت الزياره والغياب بيكون الصباح واذا ترتبت الزياره بيكون المساء طيب انا تصريبا برتب على هذا هو هذا اذا ما التزموا بالحضور في يوم اجازه المساء ولا بيلتزموا بالحضور في يوم اربعاء فلقد ما شاء الله اعتقد لما يكون يوم عمل يكون اسهل من الاجتماع لا انا افضل كمان الاجبار في وقت كافي يعني عشان تنزيل الشرب مو مشكلة بنشوف إذا كان في قناعة بنتمنى يوم الأربعاء أنا ما عندي مشكلة ثلاث أربعة خميس أنا مسافر الأربعاء الخميس الصباح أو المساء والله صح الطيارة الساعة 4 لا الساعة كام؟ لا تربط نفسك يوم الخميس لأنه يرسل لك قبلها بيوم غالبا الساعة 1 تطلع الطيارة غالبا بالتالي هو يرسل لك اياها مثلا انا ما قلنا ارسل لي الساعه 4 دلوقتي بس ممكن تغير انا كنت موجود لما مثلا في قبل اسبوع احنا الى قبلها بليله واحنا الطياره الساعه 10 ونص فجاه يرسلون لي اخذ الطياره 8 ونص قبل يعني الساعه 10 بالليل او الساعه 10 ينزل برنامج هم لان السلوت اللي يعطيك اياها التحالف يعطيك اياها قبلها بليله يقول لك حاعطيك من كذا كذا ايش الخميس؟ الخميس افضل لي افرض لا تطلب اي شيء خلوه يوم صفر ثلاث او ثلاث احنا فين؟ يوم الثلاثاء هو المحتاج خلاص 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 الاربعاء الاربعاء ها؟ الاربعاء اربعاء يا ريت تحدد الوقت المساء مساء مساء الساعة كام يعني؟ يعني من بعد صفر الظهر عشان الاخوات بيقدروا يجوا بالليل؟ الساعة 4 للساعة 6 اذا كان في العصر من الليل لانه الصباح عندهم دوام نفس الاعتدالات السابقة يعني هنكون هنخلص البرنامج الساعة كام يوم الأربعاء؟ برنامج الأربعاء هنخلص الساعة كام؟ يوم الأربعاء عندنا زيارة ميدانية إلى يعني مش عارف على السيارة أتوقع تخلص يعني راح بدري راح بدري العصر ما عندنا شيء خلاص طب كان يوم الاربعاء الساعه 3 انا عارف عشان حيجي الساعه 4 لا هو مع الساعه 4 بالك يوم الاربعاء الساعه 3 الظهر في التواصل حتى الموعد يتحدد مع بعد ان شاء الله كل التواصل مع التواصل بعد الاجتماع هذا نجلس مع التواصل في اي مشاكل ثانيه عايزين تناقشوها حطوا الاجنده تعملوا اللي كنت تروح فيه ما هي التحديات ما